جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف ننمي ونغرس العقيدة والتوحيد في نفوس أبنائنا؟ صاحب هذا السؤال من المنطقة الشمالية خضر سالم العيادي. هذا يحصل بالتعليم، تعليم أولادكم وتوجيههم ما ينفعهم، وبتربيتهم على الصلاة وعلى الطاعة، وكفهم عن الضياع وعن الإهمال، فيحصل استقامتهم وسلامتهم، ويحصل أيضا حصولهم على العلم. كل ذلك يحصل باهتمامكم وقيامكم عليهم ورعايتكم لهم، واختيار المدارس والمدرسين الطيبين، ومتابعة دراستهم وتحصيلهم. كل ذلك يحصل بإذن الله باهتمامكم ورعايتكم لهم وملاحظتكم لهم ومتابعتكم لمراحل دراستهم واستفادتهم. ليس هناك شيء يحصل بدون تعب وبدون سبب وبدون عناية من ولي الطفل ولي الصغير. نعم.